في هذه الفترة الحرجة اللي الناس اليوم تكون لهم درس، خاصة السياسيين والتكالب على التموقع وعلى المواقع والحسابات، معناها أنهم باش يكونوا مؤتمنين على الدولة التونسية وعلى شعب هذا تونس. ونحب نقول لهم من خلال هذه الذكرى العزيزة علينا وأنه نعم للديمقراطية، وإحنا أول ناس نطالبوا بالديمقراطية، ولكن الديمقراطية ليست سكن على بياض، الديمقراطية هي نتاج، وأنه اليوم كل من ليس له المواصفات لقيادة هذه الدولة فلا يمكن أن نستهين بأبناء هذا الشعب. وأني من أكد اليوم أني في تونس لن نسمح لا بتغيير نمط المجتمع التونسي ولا بالحقوق والمكتسبات الوطنية اللي راكمها وحققها، ولن نسمح كذلك بالتخلي عن الدور الاجتماعي الحقيقي للتوانسة اليوم.